كل نهار كل ساعة كل دقيقة كدوز من حياتك ما غداش ترجع. بغيت نسولك شنو هو الهدف ديالك في هاد الدنيا؟ شنو هي الحاجة اللي كتفيق على قبلها كل صباح وانت متشوق باش توصل ليها وتحققها؟ واش عندك أهداف عايش على قبلها ولا عايش على قبل ناس آخرين اللي ممكن ما كيستاهلوش أو مدور بك ناس اللي ما عندهمش باش ينفعوك؟ واش عايش في الماضي اللي فات واللي ما عنده باش ينفعك ونسيتي تركز في الحاضر اللي هو فعلا اللي بين يديك واللي بيه ممكن تدير خطوة حقيقية نحو الهدف ديالك واللي هو البكالوريا؟ ثق بيا، الإنسان اللي ما عنده هدف ما عنده حتى معنى لحياته. وانت أفضل مخلوق خلق الله تبارك وتعالى، وانفخ فيه من روحه. وياك تحقر راسك وتضيع فرصتك في الدنيا، حرام يدوز نهار وأسبوع وشهر وانت واقف ما كتقدمش ولو 10% من أهدافك وأحلامك.